كلامنا خلينا ناخد واحد من نجوم القارة الأفريقية ونجوم المنتخب التونسي النجم الكبير زبير بايا. كابتن زبير ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا يا كابتن اسلام، تحياتي ليك ولضيوفك الكرام وكل المشاهدين في مصر. اهلا وسهلا. يشرفنا اولا ان حضرتك تكون معانا على الهواء مباشره في قناه النادي الاهلي، وسعداء جدا بتواجدك دائما معانا الحقيقه كابتن زبير. اهلا وسهلا يا كابتن اسلام، وشرف لي والله، سعيد جدا بدي اكون معاكم يا اخي. الله يخليك كابتن زبير. اولا عايزين نعرف راي حضرتك حتى الان في الثلاث ايام الاولى او الاربع ايام الاولى في مباريات المنتخبات المختلفه في بطوله كاس الامم الافريقيه. والله يا كابتن اسلام، اول شيء خلينا نهني الشعب المصري ونهني كل القائمين على تنظيم هذه البطوله، مبدئيا بالافتتاح الرائع جدا اللي كان ابهر افريقيا وابهر العالم، واسعدنا الكل كعرب. اربع اشهر وقت قياسي لتحضير كاس افريقيا، كاس امم افريقيا، وانا اعتقد انه اخونا وصديقنا وحبيبنا محمد فاضل يقوم بدور كبير، وتحياتي له وكل اللجنه المنظمه وكل الشعب المصري. بصراحه يسعدنا ان تنجح البطوله او تبدا البطوله بهذا الشكل الجميل جدا. شهاده كبيره من نجم كبير الحقيقه يا كابتن. لا والله واعتز فيها، والله واني واعتز بكل صدق الشيء اللي شفته، واللي يفرحني ويثبت صدري انه الشيء اللي شفناه في مصر، ما بتعرف الظروف كلها ما هي صعبه، الوقت قياسي، ولكن عودتنا مصر ناخذها وقدود، يعني ما شاء الله، يعني الحمد لله سعداء سعداء جدا. ويسعدنا جدا المستوى كابتن اسلام الى حد الان صراحه نقول مازال شويه نبحث. كلنا يعرف انه بدايه واول مباريات دائما فيها شويه مع الحر، مع شويه الحرر اللي عند المنتخبات كلها، مازلنا ما دخلناش 100% في البطوله، ولكن ما فيش مفاجات كبيره. خلينا نقول شويه مدغشقر يعتبر نتيجه ايجابيه جدا، ولكن البقيه بحذر كبير حققت النتائج المتوقعه. خلينا نقول بس ما نبالغش، ما فيش اهداف كثيره، تقريبا في سبع مباريات في 13 هدف. ما زلنا ما شفناش المنتخبات بالشكل اللي نحبه، هذا منطقي ومعقول. منتخب مصر شفناه فاز من الاول، المغرب فاز، مصر اكثر اقناع شويه، السنغال كذلك مقنع شويه، وما زلنا ننتظر منتخبات اخرى بجد ما دخلتش البطوله، ولكن اتوقع انه بتكون بطولة خاصة بداية من دورة 16 بتكون البطولة في مستوى أعلى وأعلى وأعلى، وخاصة يتعود كل اللاعبين على الأجواء، على الطقس، على معطيات البطولة. ولكن إلى حد الآن خلينا نقول مستوى مقبول لا أكثر، يعني باش ما نبالغش وما نعطيش أكثر من كذا. نعم. شفنا شوية صعود في مستوى المنتخبات الصف الثاني والثالث وحتى الرابع. برافو عليك، صح. اللي المستويات يعني بصراحه ما كانتش بهذيك الفوارق، ولكن نشوف في منتخبات تتعامل مع البطوله بالحذر المطلوب. مصر، المغرب ما شفناش التشكيله اللي توقعناها، الجزائر شفنا فرديات وما زلنا ما شفناش الفريق منسجم ومتكامل. على كل مثال انا اعتقد الوقت ان نقيم المنتخبات ونفتح الحظوظ وموضوع الحظوظ، ولكن الى حد الان المعطى كله مقبول. اللي جالسين نشوفه جالسين نشوف في امور قابله للتحسن بشكل كبير على كل المنتخبات، يعني نعم. حدث منتخب من ثاني، ولكن شفنا منتخب مصري شوط اول جيد جدا، شوط ثاني اقل خاصه بدنيا، وهذا انا اعتقد مع الضغط المباراه الاولى وكذا كذا كله مفهوم، ولكن نتوقع ان البطوله في الادوار الاخيره بتكون بطوله شيقه جدا جدا. تمام. برضو عايز اسال حضرتك يا كابتن زبير عن ايه رايك في اداء محمد صلاح في المباراه الاولى؟ يعني طبعا ما شفناش ساديو ماني النهارده، ولكن ايضا شفنا رياض محرز في الجزائر، رحنا شفنا زياش في المغرب. ايه رايك في هؤلاء النجوم كل مع منتخبه؟ يعني والله ما زلنا ما شفناش الفرديات بمعنى الفرديات، يعني شفنا منطقي جدا اللعيبه هذم، وخاصه اللعيبه اللي لعبوا كثير في الموسم مع انديتهم. لما تشوف البريك اللي عمله صلاح، واللي عمله حتى ساديو ماني، واللي عمله بقيه اللاعبين نتاع اسبوع نتاع خمس ايام، اكيد يربك شويه الجانب البدني. ولذا ما نحبش نحكي كثير على الموضوع، لان لما نطرح موضوع مصر مع صلاح حسنا انه مره اخرى محمد صلاح ما لا يطيق. صلاح لاعب مهم مؤثر جدا، وجوده معنويا فنيا بكل المعطيات مهم جدا لمنتخب مصر، وكلنا سعداء جدا بالموسم الكبير اللي لعبه صلاح، رغم كثير من الناس
يعني ما كانتش راضيه او كانت تبني على الموسم اللي قبله بالنسبه لصلاح، ولكن اعتقد مره اخرى انه صلاح بفوزه بالتشامبيونز ليج الاوروبي بمستواه باخر جوله مع 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 فريق ليفربول، انا اعتقد باش يلعب كل دور كبير مع المنتخب المصري. شفناه في بعض الاحيان ما يحصلش المهاجم اللي طالبه او اللي يتفاهم معه او يمكن يكمل الهجمه معه، تحس يرتكز على المهاجم وما يلوش على زميل، والكره بصراحه ما توصلش بشكل مطلوب بالدقه وبالسرعه وبالمهاره المطلوبه. مزبوط. لازم نكون صادقين في هذا الجانب باش نركز على صلاح، ولكن ولكن انا نشوف انه صلاح قادر بكثير بكثير على ما هو احسن، ونفس ما قلت لك الجانب البدني يلعب دور ورتم المباريات اكيد بعد البريك اللي عمله، وهذا حق لازم منه، لانه لما تلعب 60 مباراه في الموسم مش ممكن تكمل في نفس النسق ونفس الرتم، لازم ترتاح شويه ويعاود يشحن من جديد، وانا اعتقد انه هذا اللي جاي مع صلاح. تبني على صلاح في المباريات في الادوار المتقدمه، خلينا نقول انا حسب رايي ننتظر صلاح وفارق صلاح يصير مع مصر في المباريات الحاسمه جدا جدا، يكون هو ان شاء الله جاهز 100%. طيب بالنسبه لرياض محرز وزياش زياش شويه خيب امالي صراحه، لانه كان شويه فردي وكان شويه مش بيوم جيد، وما كان يمكن يا كابتن زبير ما بيلعبش في مكانه اللي هو بيحب يلعب فيه دايما. لا كان يلعب في المكان اللي هو يحبه، بس كان بيلعب تحت شويه داخل مصر. على طول كان هو داخل للمصر. شويه يلعب في تعب شويه عن الفريق، وهذه ما عجبتش منه صراحه، يعني تحسه انه مش بنفس الانضباط اللي كان مع اياكس. هذه الخانه شويه خليته يظهر بشكل مثل العاده، نهايه الهجمه عنده تصويباته ما كانتش بالشكل المطلوب، وحتى اثر كثير على الاداء الهجومي للفريق ككل. صحيح الناصيري ما كانش ذاك المهاجم اللي بالتحركات وبالخطوره المطلوبه كذلك صراحه، باش نكون صادقين وما نظلمش زياش، ولكن هو بادائه الفردي ما كانش بالمستوى اللي كنا نتوقعه. بالنسبه لمحرز انا اعتقد كان اكثر جماعيه، كان حوله يعني مجموعه من اللاعبين اللي مسكوا معه واللي ماشيين معه بالشكل المطلوب. ولكن كذلك نفس الشيء انا نقول انه حتى محرز ما زال عنده ما احسن للفريق وكاداء فردي، كاداء جماعي وكاداء فردي. ما زلنا ننتظر في اللاعبين هذول صراحه انهم يطلعوا شويه للمستوى اللي نشوفه فيهم عندهم او نشوفه معاهم في اوروبا. كابتن زبير بكره ان شاء الله بدايه او تعتبر مباراه الافتتاح للمنتخب التونسي، منتخب التونسي هيقابل المنتخب الانجولي، من وجهه نظرك من الاول كده هل اختيارات ألان جريس مثلا وعدم اختياره لعلي معلول، وامبارح قال تحديدا ان هو عدم اختياره لعلي معلول كان بسبب ناحيه فنيه، عشان كانت الناس بتتكلم ان هو قد يكون هناك شيء بينهم وبين بعض، ولكن في النهايه هو قال امبارح تحديدا ان هو بسبب نواحي فنيه. هل تعتقد ان المنتخب اتفضل يا كابتن اسلام يعذرني على الانجليز، هذا لا يقنع ولا حد يفهم كوره ولا يتابع كوره ولا يحب كوره ولا يحب المنتخب التونسي انه علي معلول ليه اختيارات فنيه يخرج من المنتخب، لا صراحه لا. شوف في منتخب تونس معلول خرج بعد الاداء السيء في نهائيات كاس العالم في روسيا. هذا اللي اثر على مشوار معلول مع المنتخب. مع منتخب مباراه العراق الاولى كان شويه مندفع للهجوم اكثر من الدفاع، وانا اعتقد في المستوى الدولي جدا حتى على معلول انه ينضبط اكثر كباك. شويه عنده الاضافه الهجوميه موجوده ما فيش نقاش، ولكن اداريا وقع اخطاء علي معلول وليس له علاقه بالامور الفنيه، لانه هذا لا يقنع ولا واحد عاقل يحب كره القدم او متابع لكره القدم. انا بشكرك على صراحتك الحقيقه يا كابتن زبير. هذه امور ما فيهاش يا كابتن اسلام، كنا لعبنا كوره ونعرف ولازم نتفق مع الناس. معلول لاعب الى حد الان حسب رايي فنيا هو احسن باك يسار في تونس. وكان يصلح للمنتخب وكان يمكن يتضبط معاه الموضوع، يعني حتى لو ما استفدتش منه من بشكل اساسي ممكن تستفيد منه مثلا ينزل يعمل لك اوفر كويس، يعمل لك فاول، يجيب جون، يعني تقدر تستفيد منه بكافه الطرق. بس معلول يا كابتن اسلام كان ذكي بما فيه الكفايه، وفهم لما يدخل في الدقيقه 89 في مباراه فرديه. يعني شو تحب شعور اللاعب؟ يعني الرساله وصلت فيها، يعني خلاص وصلت الرساله انه في تاتش وفي معاك الامور وانه في منافسه، لانه يلعب كره قدم يقدر المنافسه. طبعا وما فيش لاعب يفرض على مدرب انه يكون اساسي الا بالاداء. واعتقد انه معلول ذكي جدا ويفهم هذا الوضع طبعا، ولكن قرار اداري انا اعتقد استراتيجي. حسوا معلول بطريقه مباشره او غير مباشره انه
ما عادش هو المفضل وما عادش هو المحبب في المنتخب. وهنا معلول كان يفهم الموضوع وصار التاتش، ولكن العلاقة لا علاقة بالموضوع من الناحية الفنية. أنا أعتقد أنه موضوع إداري اتحاد المدرب وكذا كذا، لأنه ما أعتقدش أنه جيريس اتعرف حتى على معلول بالطريقة الكافية. يعني ما دربوش 3-4 مباريات بتحكم عليه بالظبط والله معلول ما عادش مفيد للمنتخب. يعني صراحة هو مبني على راي أعطوه له أو وصفه له عن طريق تعرف على كل، أما نشوف أنه خطوة مفيدة. ولكن خلاص اللي فما صار، هذا الشيء صار مع سفيان يوسف، صار مع حمدي النجاز، كل هذه امور اداريه لا علاقه في هذه كره القدم. يعني مع كامل احترامي لجريس، انا اعتقد انه الامور تاثرت شويه بالمعطيات الاداريه. تتوقع ايه بقى بكره في مباراه الافتتاح لتونس وانجولا؟ والله المعطيات اللي جايه من مصر كلها تقول المنتخب يجهز بشكل ممتاز، عندنا جوده عاليه في الهجوم، ولكن شويه على المستوى الدفاعي، شويه على مستوى نصف الملعب. ما زلنا ننتظر في التركيبه التي اختارها الان جريس، ولكن عندنا منتخب قادر على نقول هذا ما في نقاش. نتمنى لمنتخبنا يكون نتمنى اداء جيد يقنع. نعم الكل سعيد جدا بانه الملعب يكون فل، كل جمهور كبير مع المنتخب. يبقى التشكيل وتركيبه نص الملعب، خاصه السخيري ممكن مع فرجان او السخيري مع الشعلالي، مش تفرق كثير مع المنتخب التونسي، لانه يحتاج للريتم، يحتاج للاحتفاظ بالكوره. بداية البطولة دائما عندها ضغطها الخاص وعندها الجانب البدني الخاص بها. تشوف المباراة ما تكون سهلة، ولكن اعتقد ان المنتخب التونسي قادر على الفوز. اتمنى لك يا رب كل التوفيق يا كابتن زبير. انا بشكر حضرتك جدا على وجودك معانا، شكرا جزيلا للنجم الكبير كابتن زبير بيا، طبعا كابتن المنتخب التونسي واحد الاساطير الافريقية. هنستريح شوية، نطلع نشوف تقرير عن مفاجأة زي ما كابتن زبير قال، يمكن قد تكون المفاجأة الواضحة في الثلاث أيام الأولى في مباريات الأمم الأفريقية هي